راديو ميد اون فاك دو بونور. شباب اهلا وسهلا بيك شكري. اهلا وسهلا. مرحبا. غدوه يظهر لي اخر موعد واخر نشاط في اطار البرامج الوطنيه دونك للشباب اللي كانت انطلقت النهار 23 جويليا تتواصل حتى غدوه ان شاء الله 8 سبتمبر. مازال بكري هو على التقييم الجملي، ولكن افيو ميزور قاعدين تعملوا في تقييم، يعني قاعدين ترصدوا في اقل حاجه في ردود الافعال نتاع مختلف الورشات ومختلف الناس اللي جات وشاركت والا ايضا اشرفت على البرامج هذه. هو بطبيعه معناها في كل مخيم وفي كل دوره ديما يتبعها تقييم وتقرير تقييمي اولي. تقرير تقييم اولي معناها يتم رفعه من خلال اللجنه الوطنيه اللي هي التابعه في البرامج الوطنيه، ويقع رفعه بطبيعه الحال لدار العمل للشباب وزاره الشباب والرياضه. معناها التقييمات هذه يقع بطبيعه الحال تلخيصها، معناها جزء كبير منها توقع اون بريمير كومبيلاسيون معناها تاع لي رابور هذوما على الاقل لاسبي كونتيتاتيف ولي زيتود دامباكت الاوليين. في انتظار بطبيعه الحال تقييم شامل، تقييم شامل معناها للبرامج الوطنيه هذه اللي باش يكون معناها من اهم نتائج ومخرجاته كيفيه تطوير البرامج الوطنيه هذه وكيفيه دعمها او تنويعها او اثرائها الى الكونكلوزيون. مازال اكيد وانت شكري احنا كان عندنا حوار قبل حتى ما ينطلق البرنامج هذا قبل 23 جويليا، وكانت عندكم اهداف في حوارنا، لاحظتوا انه عندكم اهداف تحبوا توصلوا لها من خلال مختلف البرامج هذه ومن خلال مختلف الورشات، خاصه من خلال وضع معناها عناوين جديده، معناها دي تيم دو فورماسيون جدد. الشباب اعتدنا وانه في البرامج الصيفيه معناها يمكن البرامج هذه تقتصر فقط على الجانب الترفيهي، ولكن السنه دخلتوا حاجه جديده هو دمج التكوين في الترفيه. هي في الواقع احنا رجعنا على بون فيي فورمول لعلم الاطفال وهم يلعبون، واللي هي فورمول تقعد ساعات حتى الكبار يضر يلزمهم وهم يلعبون. تقعد صحيحه ومعناها انا لا محاله، رغم اني شفت قبل في نوادي والشباب الاخرين، اما السنه مارستها معناها من الضفه الاخرى وشفت النتائج. اعتقد انه الابروش هذه ست ميكستور بين حطان الشاب وحطان مجموعه من الشباب في اطار ديكونتراكتي ايو ميم طون معناها تكون وتاثروا معناها برامج ذات محتويات جديه، معناها النتائج في بعض الاحيان تكاد تكون سحريه. نجم نعطيك شويه دي زيكزامبل بعد شويه. دونك الفورمولا هذه احنا هي في الواقع هي جوهر نشاط تاع الشباب وزارة الشباب والرياضة، اللي هو نشاطه اللي هو التأطير والمرافقة والتكوين لانفورمال. دونك لانفورمال دونك بالضرورة معناها الإطار العام باش يكون إطار نتاع الشباب نتاع مجموعة الشباب اللي راحتهم اللي تكلموا بحرية اللي عبروا عليهم بحرية اتسيتيرا. دونك دي كونتراكتي معناتها سي اكستريمون امبورتون، لأن وقت يوليو يعملوا الشيء اللي يعملوا فيه يتعلموا أنه يعملوه بحب مش بسيف. بحب فينالمون معناها في الاخر وصلنا للنتائج انه تعلموا انهم يحبوا الشيء هذا. معناها ما عادش نحكيو على تو كانوا كورفي. دونك مثلا اتيتر ديكزامبل دونك تو ني بلو كورفي، وقت تحكي معهم تو في اطار تربوي معناها ذكي. اعتقد انه من اهم المخرجات انه بالفعل اليوم معناها نو زافون مي اون بلاس اون ميكانيك اللي تمكن من ورفقة الشباب وتأطيره دي فاسون افيكاس. أهم حاجة الشعار نتاع البرامج هذه هو وطني فوق كل هواء، فما تركيز كبير على مسألة الوطنية ومسألة المواطنة. لاحظتوش على الأقل وأنكم نجحتوا في تكريسها نوعا ما؟ نعرف مش الناس الكل ولا مش سهل باش أنه بصفة 100% ينجح تكريس الشعار هذه، ولكن معناتها لي زيكزومبل اللي قلت لي باش نحكيو عليهم بعد شوية لاحظتوا أنه هذا بدا يمشي شويه في مجموعه الشباب على الاقل. باقي معناها اليوم حسب التقرير الاولي اون كون فوا الاكيد انه اليوم معناها برامج المواطنه اللي وقع انجازها في جميع مخيمات المواطنه عن مدن المواطنه فما النتيجه واضحه وخلاصه اكيد انه اليوم شباب تونس متحمس
وعنده استعداد كامل للعمل على محاور المواطن. وفهم اقبال كبير على المحاور هذا. اعتقد انه الى جانب المحاور الاخرى لا محاله. عم اعتقد انه لفات انه نمكنوا الشباب انه يتكلم بحريه في المجال هذا. وخاصة يبدأ فهم شنو ما ليزوبجيكتيف، يبدأ فهم المخرجات متاع البرنامج، أهداف وأهدافه، ويبدأ عنده وعي به. أعتقد أنه ذا كان من أهم الأسباب اللي تخليه شريك أكثر منه معناها أنه بجودة فورماسيون، هو شريك حقيقي. معناها تعرف إحنا مخيمات تاع مدن الوطن كيفاش نبداوها؟ نبداوها بانتخابات مجلس المخيم، مجلس المصيف. تدريب على الانتخابات. والانتخابات هذيك شتم تم حمله انتخابيه، دونك نهار الاول العباد تحضر حملات الانتخابيه ويعملوا السبيتش بتاعهم، ثم نمروا الانتخابات ونعملوا لجنه، نعملوا ايزي صغيره، دونك نعملوا لجنه انتخابات، ويتم بعدش يتم الديبويمون سيتيرا، ويقع فما رئيس مجلس اللي عبر معناها نتاع المخيم، وفما مسؤول عن النظام العام، وفما مسؤول الاعلام، وفما مسؤول الاخري. دونك المساله معناها هي عباره جمهوريه مضيقه، هي عباره دوله مضيقه، دويله، هي عباره على دويله مضيقه، هي بعبارة الجمهورية مضيقة. معناها دايور الفكرة الأساسية، معناها الفكرة الأساسية هي معناها هي فكرة مدينة أرسطو، معناها كي بدينا نحكيو في الموضوع معناها المدينة الفاضلة. ياسر حبينا والحلم مشروع حبينا ياسر هكا الشهري، حبينا الشباب يستانسوا يعيشوا في مدينة فاضلة صغيرة. ومعناها لجنة مراقبة تراقب العباد، وبعد معناها في الحفاظ على محيطهم، في الحفاظ على النظافة، في الحفاظ على النظام العام وسط المخيم إلى آخره. معناها الأمور مش مسيبة. دونك سان إكسلون إكزرسيس. استنسوا انه في معناها لجنه نظام تعاقب انسان. فما العقوبات زيد طبعا، اما تعاقبوا حرمان من الفطور ولا من العشاء. العقاب الحق مش حادة ياسر، العقاب مش قوي ياسر، مي فما كوميم، فما كيما فما زاده، وكيما فما زاده ان سيستم دونكوراجمون. دونك في اخر كل مخيم معناها تكريمات، معناها التكريمات مهمه ساعات للشباب المتميز كتشجيع عليهم. دونك معناها بالنسبه للمحتويات شكل معناها الانترودكسيون تاع المخيم، بالنسبه للمحتويات هي اصلا معناها المحاور الاساسيه هي المواطنة، الحقوق والواجبات الدستوريه، هذا نقطة الانطلاق عادة. تبدأ بقراءة الدستور وفصول الدستور وتفسيرها وتحليلها، وتنتهي بالنقاش حول ضبط محاور اللي الشباب يحب تهم ويشوف البريوريتي أولوية، كيف بدي بعتر فيها معناها حول المواطنة اللي هي المشاركة في الشأن العام، اللي هي المسألة اللي هي الانتخابات، اللي هي مسألة التنمية، قضية التنمية اللي هي قضية التنمية الجهوية. دونك هو إطار معناها بطبيعة الحال المحاور متفاوتة نسبيا من مدينة إلى أخرى حسب المشاركين. يعني البرامج هذه وكأني عبارة على الدراسة، ديما نسمعوا أنه فما بعض المعاهد ولا حتى مركز دراسات صلب الوزارة متاع الشباب والرياضة تعمل مثلا دراسات على مظاهر مثلا اجتماعية معينة، تعودنا وأنه دراسات تكون على المخدرات، على النجاب خارجي تار الزواج، على الهجرة السرية، على غيره. لكن المرة هذه على المواطنة، فما سؤال ديما يتطرح هو مسألة عزوف الشاب على المشاركة في الشأن العام، ويمكن أخرها العزوف متاع مشاركته في الحياة السياسية وفي الانتخابات التشريعية والرئاسية. من خلال هذول المخيمات هذية سي شكري، نجمتوا تستخلصوا الأسباب هذية متاع العزوف على الأقل؟ هي السبب الاساسي هو ثقه، معناها في ثقه الشباب في حكينا احنا قبل، هو ثقه الشباب في الاحزاب السياسيه، في المؤسسات وفي الاعلام. الثالوث هذا اعتقد اللي هو الثالوث المكون الاساسي، معناها الحياه المدنيه والحياه المواطنيه ديزون. الثقه هذه جاي اساسا من انعدام التواصل، اساسا من هذا التواصل. معناها احنا كيف عملنا المخيمات هذه كانت اطار مناسب حسب رأينا اليوم لخلق قنوات جديده للتواصل مع الشباب التونسي باش تحكي معه. احنا جاونا عباد من الاول معناها يبي ان سنتيمون دو ريفو للدستور ومحتوياته وللعمل المدني، يزينا بالسياسه وحكايه فارغه والبلايص مقسومه من قبل شعارات، وفما بوكو دو بريجوجي خاصه فيما يخص بعض المسائل، خاصه مثلا في الاسونتمون تاع جهويه قوي. يا بوكو دو بريجوجي، احكام مسبقه معناها عديده وخطيره. اعتقد انه من اهم نتائجنا اللي كانت باش نحكيو في تقديم اهم، اعتقد انه كل من شارك في هذا المخيم دونك العدد احنا بطبيعه الحال ننتظر باش نوفر لكونت فينال بيانتو.
مش فوت 50,000 على كل حال. أول مرة هذولي هذية غير مسبوق لمشاركة العدد هذية. أول مرة 50,000 مشارك في برامج وطنية شبابية أول مرة. أول مرة. من أهم نتائجه هو معناها مسألة معناها لا لوت كونتر لو ريواليزم. أنا راهو محاربة الجهوية والنعرة حاجة مهمة جدا، لأنه احنا في الكومبوزيشن تاع المدن الشباب اللي وقع من أهم مميزاتها أنه تكون مشتركين فيها شباب من مختلف جهات الجمهورية، دونك من ولايات عديدة، من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط وغيره. اكزاكتومون، ويعيشوا مع بعضهم. احنا بلغنا عن بعضنا قانون الزملاء كثير من سورتو لي بريمير سيسيون اللي صاروا دورات الأولانيين. دونك يبدو أن الشباب كملوا صيف مع بعضهم، معناها استدعوا بعضهم خارج المخيمات هذيك، ونرينا هبطوا الجابس ومنقفصة مشاو الجندوبة ترى. دونك فوالا، وهذه نوعية جديدة من التواصل، انتم تعطيهم الخيط الأول احنا نقولوا وبعد هما يكملوا. أنا باش نسألك على الشباب، من دمنا نحكيو على الجهات شوية سي شكري، وعلى الجهات تحديدا، الشباب اللي قابلتهم وكان الحلم نتاعهم زيارة تونس وزيارة العاصمة وزيارة المناطق السحرية، شباب الجنوب. مشيت قابلتهم، مشيت لإيطاليا. معناها شو نقول لك، معناها اللقاء كان سبيسيال شويه، معناها على خاطر الوقت اللي اول مره حكيت معهم كان جدد عليهم. معناها كانت ديما في عينهم شويه ريبه، معناها على هو اللي فودير زاد هو استانسوا ربو الوعود الغير غير منجزه، معناها استانسوا بها الهدره ذي شويه. بون ديزون اللي اول حاجه تحسها فيهم انهم حسوا اللي تونس تبدلت، حسوا تونس اليوم كمان معناها دخلت في 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 مرحله جديده اجتماعيا وسياسيا، وحتى المؤسسات نتاعها اليوم تشتغل بصفه مختلفه نهائيا. هذه حسوه معناها تديبون من المؤسسات لهنا. نحبش نخرج ياسر على القطاع الشباب، لكن خلينا اوبتيميست شويه. وحسوه من خلال الحطه اللي طلعت نتاعنا. اذا تعرف الحطه اللي طلعت نتاعنا معناها المحاور هذه طوروها، ومحتويات راهو معناها يقع تطويرها بصفه تشاركيه مع الشباب في بدايات في بدايه البرنامج. دونك جو بونس اللي مهم جدا الصياغه التشاركيه مع الشباب في تطوير الحوار وفي تطوير البرامج وفي انجاز التكوين. معناها حسوا اليوم تونس معناها عندها مؤسسات اللي هي على ذمتهم وفي خدمتهم. انا مثلا ما ننساش في مدنين في اكاديميه تكوين القاده الشبان، احنا في البرنامج هذا من بين الشباب اللي شاركنا شباب ابناء شهداء وجرحى الثوره وشهداء فما بعض البرامج الخصوصيه هي اللي تعملت الامنيين والجيش، فبنيه جات بالكيف معناها سوليتا دو شوك على خاطر فقدت ولدها الجندي. عديت مده ما تكلمش، دونك على روبري لا كومونيكاسيون فات في اطار البرنامج هذا مع وانا حقيقه ممنون معناها اللي طرات اللي قدروا باش رجعوا لها الثقه سنات عاديه بكالوريا باش نتابعوا جوستو ان شاء الله ربي ينجحها. دونك شنو حبيت نقول انه راه الشباب تعطيك مثال اخر بعد شويه، حبيت نقول الشباب راه كيحس فما لهوه جديه بيه المؤسسه والاطارات جديين معاه لا رياكسيون لو بيتر كومبوزيتيف باه توت سويت. هدى بن مسعود ذكرنا باهم عناوين موجز ماضي الساعتين، وبعد شويه نرجعك سؤال. حكينا احنا سي شكري على الاقبال الكبير والغير مسبوق، تقريبا في كعدد ورقم اولي اكثر من 50,000 شاب شاركوا اليوم. هذا كلام، لكن اختي نسمع السيد المدير العام للمرصد الوطني للشباب يقول انه تقريبا 45% من الشباب التونسي اليوم هو متعاطف مع المطرفين ولا مع السلفيين. بالنسبه له شكون الصحيح؟ تسوي تذكير باهم عناوين الموجز وراجعين في ميدي ميد. راديو ميد، une vague de bonheur.